السلام عليكم المتتبعات قناة أم أيوب الكروشي. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وصحة جيدة، وكنشكركم على زيارة القناة. كما تبعتوا معايا خدمت معاكم هذا الموديل اللواية وساليتو، غدابا ان شاء الله تبعوا معايا غد نخدم معاكم. ندير تنبات العقيق كما كتشوفوا معايا، انا غندير سميتو عندي جلابه في الكحل كما لاحظتوا معايا في الجزء الاول. عندي جلابه في الكحل ودرت ليها هاد الخيط هذا، وغندير ليها حتى العقيق في الكحل. نبدا على بركه الله. كنكون تبت الخيط على الكفه ديال غير هاد الدائره، ما هاد سميتو هاد اللوايه او الضفيره عندها جوج لوجا، غير هاد الدائره عندها وجه واحد كما كتشوفوا معايا. انا درت الخيط في الكفه، درته هنايا وخرجت الخيط الوجه ديال الخدمه. نبدا على بركه الله. قبل كندير العقيقه كيكون الخيط هنا كما كتشوفوا معايا، خرجت الخيط هنا. ملي كندير ديك العقيقه كنخرج الخيط هنايا بحال هكا صافي، وكنمشي كندير الخيط غير في وسط الخدمه، حيت هو ده اللون ديالو باش كنخدم باش كنبت العقيق. اللون ديال الخيط ما كيبانش، المهم تبقوا غادي بالخيط غير في وسط الخيط الخدمه الكروشي. هو دوزت الخيط وهاد العقيقه راه زاكيه كما كتشوفوا معايا زاكيه. كنعاود ندير العقيقه الثانيه. صافي وكنمشي هنايا. دابا سهلت عندنا الخدمه، كندوزو غير ماد فهاد غرزه حشو اللي دايره هنا بحال هكا. صافي بحال هكا صافي. ندير العقيقه بالتزيد وتثبتو كتر، ديرو عقده تعقدو هاد الخيط هذا باش كنبتو العقيق تعقدو. انا هكا كيجي زعما كيجي مثبت، هاديك العقيقه مثبته يعني كما كتشوفوا معايا مثبته هي. صافي كنتم غادي كندوزو الخيط غير ما بين ديك غرز حشو ديال الخدمه ديال الكروشي. بحال هكا نبقاو نديرو سميتو العقيق هكا للخدمه باش تكون ما تبقاش تجمع لينا، نخدمو نخيطو داكشي تكون مجموعه. نتمو غاديين غير مع هاد الاعمده وفي هاد غرزه حشو بحال كنخرجو البره هكا، ونديرو العقيق. صافي ندوزو من هذه غرزه حشو بحال هكا وهاد العمود، وندوزو لغرزه حشو الثانيه بحال هكا. بحال هكا نتوما لا بديرو العقيق رقيق رق من هذا ديروه، وكيبقى اختياري اللون ولا كيبقى اختياري. نعاود تاني نديرو العقيقة هكا
ندير بحال هكا، نمشيو هذا العمود هكا ونخرجوا لهاد الدائره هذه اللي عندنا هنايا او هلال هكا. ندير العقيقه بحال هكا، حيت الخيط اللون في اللون ما كيبانش، وكما نسيت ما قلت لكم راه هذا الخيط، هذا الخيط هو باش خدمت، وكما كتشوفوا معايا راه برمتو بحال البريم ديال راندا، غير باش يشد لينا هاد العقيقه ما تبقاش كتلعب كدور يعني هكا. صافي، ونعاود تاني ندير العقيقه صافي، وكنمشي في هاد العمود هذا حتى كنخرج لهاد الهلال هذا. بحال هكا كتشد هاد العقيقه بلاصتها، كنديرو اللي كنديرو العقيقه الاخرى هكا، ندوزو البرا فهاد العمود كيخرج لنا لهاد الفراغ هذا. كنشوفو هاد العقيقه تشد البلاصه ديالها هنا، وندير العقيقه الاخرى هكا. كنبقاو غاديين حتى كنسالي هاد نص الطوق، واللي كنسالي نص الطوق كندوزو تاني للقب، هذوك الدورات ديال القب حتى هما نديرو فيهم العقيق. ها كما كتشوفوا معايا انا ساليت هاد نص الطوق، كملت ليه العقيق. ان شاء الله غادي ندير القب، شوفوا معايا كيفاش يدار العقيق في القب، نقولوا الصفه ديال القب الدوره هي هذه، عندي دوره على اليمين ودوره على اليسار هذه. انا نبدا معكم في هذه، مشيتوا معايا دوز الخيط خرجته هنا، ندير العقيقه صافي، ندوزو الخيط للجهة الأخرى لهاد الفراغ هذا، كنمشيو مع الخيط غير بشوية معاه هكا، ندير العقيق هكا صافي. تاني كندوزو الخيط غير في الخدمات الكروشي،
كنمشيو معاه هكا وردوا البال باش ما تجمعش لنا الخدمه مع هذا الخيط. هكا كنخرج الخيط بحال هكا، كتجي هاد العقيقه كتشد البلاصه ديالها وكنتاكد منها راه مزيان صافي. وكنجي لهاد الفراغ الاخر وكندير العقيق صافي. كندوز تاني الخيط بالإبرة، كندوزو غير في الخدمة ديال الكروشي هكا. كنشور معاه صافي، تي كيخرج لنا الخيط لهاد الفراغ كندير العقيقة صافي. كنتاكدوا من العقيقه رشدت بلاصتها صافي. ندوزو تاني الفراغ الاخر غير في هاد الخدمه ديال الكروشي هكا. ندير العقيقه الاخرى وشوفوا العقيق كي جا في الدوره ديال القب غزال تبارك الله. ان شاء الله نكمل هاد الدوره ديال القب ونصايب الكمين تما ندير فيهم العقيق ان شاء الله. نرجع معكم باش ندير تشوفوا معايا كيفاش كنبتو نبتو هادي في التوب ديال الجلابه نستوك والدوره ديال القب والكمين. ان شاء الله ندير فيديو تشوفوه معايا كيفاش كنتبتو هادشي، نتبتو هاد السفيفه اللي خدمنا ديال اللوايه كيفاش كي نصايبهم في التوب ديال الجلابه. ها هو نستوك ديالنا هو هذا، والدوره ديال القب هيا كيما شفتو معايا. نسالي الدوره ديال القب الثانيه والكميمات ان شاء الله، وتشوفوا معايا كيفاش كننبتو كيفاش كنديروهم في التوب ديالهم ديال التوب ديال الجلابه. كنشكركم على المتابعه وما تنساوش زر الاشتراك باش يوصلكم الجديد. الى اللقاء.